في البداية دكتور، أريد أن أقول إن حديثك الأول أثار في الحلقة الماضية كثيرا من ردود الفعل. من ضمن ما أثير وما يمكن أن نبدأ به حديثنا هذا اليوم هو رأي البعض في قصر الحديث في قضايا الدين على المختصين، فما هو الرأي عندك؟ يا سيدي، هذه الحجة سمعتها كثيرا، وهي تلقى بمنطق يبدو في ظاهره متماسكا. هم يقولون أنك إذا ذهبت إلى الطبيب فلا بد أن تستشير طبيبا متخصصا، ولا يجوز أن تستشير في الطب شخصا غير متخصص في العلوم الطبية، وأن هذا ينطبق على كل العلوم بما فيها العلوم الإسلامية. هذا ظاهر الحجة وهي تبدو منطقية، لكن هناك خللا منطقيا بسيطا، وهو أن متخصص في الطب لا يدعوني ولا يدعو غيري إلى الإيمان بالطب، بينما المتخصص في الإسلام يدعوني ويدعو غيري إلى الإيمان بالإسلام. وأن تؤمن لابد وأن يكون مدخلك هو العقل وهو العلم وهو المعرفة، فإذا أقبلت بالعقل وإذا تسلحت بالعلم وإذا توصلت إلى المعرفة أصبح من حقك أن تقول وأن تشارك وأن تجتهد وأن تبدي الرأي، غاية ما يملكه من يعترض عليك أن يرد عليك الحجة بالحجة وأن يواجهك الرأي بالرأي. أود أن أضيف أيضا أن الدين الإسلامي أعظم ما فيه أنه يخلو من الكهنوت، وأنه بانقطاع الوحي انقطعت صلة السماء بالأرض، وأن الإسلام بالذات لا يعرف واسطة بين الله وبين عباده، وهو إذن يحث على الاجتهاد ويحث على فهم وتفكير، يعني الفهم والتفكير وإعمال العقل. طبعا طبعا. ندخل في موضوع مسألة اليوم، والسؤال الذي أردت أن أطرحه على سيادة الدكتور فرج علي فودة هو: يرى البعض أن الهزيمة التي مني بها الحرب سنة 67 مردها إلى ابتعادنا عن الإسلام، ويمكن سؤال إضافي في هذا، اليوم ونحن نتحدى المصاعب ونتحدى التحدي، يعني نواجه عفوا المصاعب ونواجه التحديات في العالم، يعتقد البعض أن التقدم رهين العودة إلى الخلافة الإسلامية الزاهرة، فما هو الرأي عندك؟ وتتعجب إذا قلت لك أنني حزين. كيف لا أحزن يا سيدي وأنا أرى هذا المنطق السطحي يقال من البعض باسم الإسلام؟ خذها هكذا: هزمنا في عام 1967 لأن هذا كان غضبا من الله علينا، إذن في المقابل انتصرت إسرائيل في عام 67 لأن هذا كان رضا من الله على إسرائيل. هل تقبل هذا؟ لا. وهل يقبله أحد؟ لا. هزمنا في عام 1967 لأننا لم نستوعب الدرس العظيم، ذهبنا إلى الحرب دون استعداد صحيح للحرب، استعد الغير وأخذ بالأسباب فانتصر، لم نستعد فانهزمنا. أيضا إذا أخذنا بهذا المنطق وهو منطق الرضا فقط من الله بعيدا عن الأخذ بالأسباب، لقلنا أن تمتع الولايات المتحدة الأمريكية بمستوى اقتصادي مرتفع رضاء من الله سبحانه وتعالى على الولايات المتحدة الأمريكية أو على سكانها من غير المسلمين، وأن ما نعيشه من أزمات اقتصادية سخط من الله على المسلمين، هل يجوز هذا وهل يقبل؟ مثل هذا المنطق الذي يعود إلى صاحبه ويرتد إليه يشعرني أنا شخصيا بالخجل الشديد. كما تقول أيضا أو كما يقولون كما تقول نقلا عنه، سوف تنصلح الأحوال إذا عدنا وتتعدل الأمور إذا عدنا إلى الخلافة الإسلامية ورفعنا الشعارات. من قال هذا؟ من قال هذا؟ لقد تسلمنا الخلافة الإسلامية
في عهد العثمانيين ونحن في أدنى درجات التخلف وفي أسوأ مستوى حضاري ممكن. هل نستطيع أن نقول أن هذه كانت محصلة الخلافة؟ أستطيع أن أقولها، لأن هناك فرق بين الإسلام وبين المسلمين، بين جوهر الإسلام وبين تطبيقات المسلمين. هب أن الخلافة عادت كذا، هل تنصلح الأحوال؟ هل يصل الإنسان إلى القمر؟ سيصل إلى القمر إذا تعلم علوم الفضاء، وإذا ابتدع، وإذا عرف الهندسة الوراثية، وإذا أخذ بأسباب الحضارة. المسلمون تقدموا في عهد المأمون حين ترجموا الكتب، بدأوا بهذا، لم ينكروا كما ينكر الصبيان اليوم في العالم الإسلامي الحضارة الغربية، ويرفضوا أي شيء وكل شيء لمجرد أنه آتي من الغرب. مجرد رفع الشعار يكفي لأن تقدم إطلاقا. هذا سوء ظن بالإسلام وبالمسلمين، وهذا خيال مرفوض مرفوض مرفوض. يمكن أن نضيف إلى هذا السؤال العلاقة بين الدولة الإسلامية والخلافة، فمنهم من يقول أنه لا يمكن أن تكون الدولة إسلامية إلا إذا ارتكزت على مبدأ الخلافة. من قال هذا؟ من قال هذا؟ هل الخلافة ركن من أركان الإسلام الخمسة؟ هل نطالب بعودة الخلافة ليس استنادا إلى نص قرآني، بل استنادا إلى أحد أحاديث الآحاد الضعيفة؟ الخلافة الإسلامية للأسف الشديد في تقديري الشخصي ومن خلال قراءتي ومراجعتي للتاريخ كانت انتقاصا من الإسلام وليست إضافة إليه، كانت عبئا عليه. نحن أمام أحد منهجين، أمامنا الخلافة في الدولة الأموية والدولة العباسية، الدولة العثمانية وبينهما دولة الممالك. أمام رأي من رأيين، الرأي الأول يرى أن هذه هي دولة الإسلام، وحاشا لله أن تكون كذلك، لأن خلال 1400 سنة نستطيع بالحساب أن نثبت أن هذه الدولة طوال هذا التاريخ لم تحترم قيم الإسلام الصحيحة إلا لمدة 14 سنة. كيف ذلك؟ لنأخذها واحدة واحدة. دولة الخلافة الراشدة 30 سنة، 3 سنين ونص عهد الخليفة الأول أبو بكر الصديق، عهد منصرف كله إلى حرب المرتدين، وبانتهاء حروب الردة انتهت حياة أبو بكر الصديق. بدأ الحكم الإسلامي وإقامة الدولة في عهد عمر بن الخطاب، وعمر عهد لا يملك الإنسان إلا أن يقف أمامه خاشعا خاضعا 10 سنوات ونصف من العدل والإنصاف لا جدال والحكم، والحكم الإسلامي صحيح لا جدال فيها. نعم. بعده عهد الخليفة عثمان بن عفان اللي استمر 12 سنة. عهد الخليفة عثمان والحكم في عهد الخليفة عثمان ليس في حاجة إلى رأيي ولا حتى إلى مراجعة في كتب التاريخ، يكفي أن نقول أن المسلمين أنفسهم القسم. وكبار الصحابة هم الذين خرجوا على الخليفة عثمان وأنكروا عليه كثيرا مما فعل، وانتهى الأمر بمصرع الخليفة عثمان. إذن هذا العصر الذي أنكره كبار الصحابة، علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن عوف قبل وفاته، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام أهل الحل والعقد، وكلهم من كبار الصحابة، وكلهم أنكروا على عثمان. نعم. إذن لا قياس بهذا العهد. تأتي إلى عهد علي بن أبي طالب، وهذا العهد لم يجتمع فيه المسلمون على الإمام علي رضي الله عنه، وضاعت السنوات الخمس تقريبا في صراع مع معاوية ومع الخوارج، وقبلها وقعة الجمل مع الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله والسيدة عائشة، حروب متصلة، ثم انتهى الأمر بمصرع الإمام علي. إذن في فترة الخلافة الراشدة 10 سنوات ونصف، لا يملك أحد أن يضيف إلى هذه الفترة الزاهرة وقتا آخر مورس فيه الإسلام كما يجب أن يمارس إلا 2.5 في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز، ثم 9 شهور في عهد الخليفة المهتدي العباسي. لما تجمع 10 سنين ونص وسنتين ونص وتسع شهور 14 سنة من مجمل 1400 سنة، هل يحتج في دعوة إقامة الخلافة بنسبة 1% 14 سنة من 1400 سنة ونحن هنا لا نتحدث عن الإسلام،
نحن نتحدث عن المسلمين. نعم. عن المسلمين. الحجة فعلا ضعيفة يعني. الحجة ضعيفة هنا من منطق التاريخ. والتاريخ ذو شجون. والغريب يا سيدي أنه حتى الخلفاء الثلاثة أصحاب السنوات الـ14 الثلاثة ماتوا مقتولين. والبعض يرى أنهم قتلوا نتيجة عدلهم وإقامتهم لصحيح الدين في مجتمع بدا في بعض الأحيان أنه كان يرفض ذلك، خاصة في عهد العباسيين والأمويين. هنا حجة التاريخ حجة تبدو ضعيفة وفيها قدر كبير من الوهم. هل يستطيع من قرأ صفحتين من صفحات التاريخ أن يأتي اليوم ويطالب بإقامة دولة خلافة غدا دون أن يقرأ ما كتب في صفحات التاريخ، دون أن يقرأ التاريخ المليء بالقيان والغلمان وبنت الحان والمخالفة لكل قواعد الإسلام؟ هل هذا ينسب للإسلام؟ حرام، هو ينسب إلى تاريخنا وينسب إلى سلوكنا، لكن أن ينسب إلى إسلامنا هذا ما نرفضه. ثم نطالب بعد ذلك باستعادته وتكراره. للأسف الشديد هذه دعوة محزنة. حيثما يطبق العدل هذه دولة الإسلام، حيثما تطبق المساواة هذه دولة الإسلام، حيثما توجد الرحمة هذه دولة الإسلام، حيثما يحث على التقدم هذه دولة الإسلام. لكن درس أحد نسي لما أشرت إليه قبل كده. لا، الشعارات، الخلاف، عودة الخلاف، يا دولة الإسلام عودي وكأننا نعيش في دولة الكفار. من قال هذا؟ هل هناك اكتشاف سحري؟ من 10 سنوات فقط اكتشفنا جميعا أننا مجتمع من الكفرة، وأن أجدادنا كانوا كفار بحمد الله، وأن المسلمين الصالحين هم الصبية الصغار اللي خرجوا عشان يعلمونا ديننا لمجرد أنهم قرأوا آيتين ثلاثة في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله، دون أن يربطوها بأسباب التنزيل. الصبي من دول النهاردة، وعشان كده أنا حزين، يقرأ صفحة في التاريخ، يسمع كلمة من معلمه، يصبح الصبح يربي دقنه، يقصر شاربه، يلبس جلباب قصير، ويرفع السيف ضد الحاكم والمحكومين. هل بقص الشارب وإطالة اللحية سوف ندخل عالم الحضارة ونتقدم؟ هل سنتقدم فقط بتكحيل العينين واستعمال السواك؟ هل سنتقدم بإدارة ظهرنا للحضارة والعلم والتقدم؟ هو ده الإسلام؟ وتسألني سيادتك بعد كده أنا ليه بقول أنا حزين؟ ده أنا مكلوم. هناك يمكن سؤال آخر يتبادر للذهن، بالرغم مما يمكن أن يقال في الخلافة في عصر العباسيين والأمويين، يشهد التاريخ أن هذا العصر هو عصر ازدهار، هو عصر علم، هو عصر فتوحات، هو عصر تقدم، هو عصر حضارة. يكون بالتالي شاهدا، أو بعض ما أنت يمكن أن يكون حجة على أن هذا العصر في ظل هذه الدولة هو فيه إيجابيات كبيرة جدا. سيدي، أولا هناك عدة ملاحظات. ما تربط التقدم بالعقيدة؟ العقيدة مسألة خاصة بين الفرد وبين ربه ويحاسب عليها في الآخرة. الحضارة والتقدم مسألة أخذ بالأسباب، وهي أيضا إسلام في إسلام، لكن الأخذ بالأسباب كما قلنا في غزوة أحد، افعل كل ما يمس الإيمان ويعلو به ويرتفع به لن يكفي هذا الانتصار. لابد أن تأخذ بأسباب الحرب. الحضارة لكي تحرزها كن بأسباب التقدم. هذا حدث في عصر العباسيين. المأمون الذي حدثت في عهده أرقى، أو الذي كانت في عهده أرقى عصور الحضارة الإسلامية، هل كان أكثر الخلفاء إيمانا وتدينا وورعا؟ هل حدث التقدم العلمي والحضارة العلمية في عهد عمر بن عبد العزيز؟ لا، في عهد المأمون. لماذا؟ لأن المأمون أخذ بأسباب الحضارة، طلب من المسلمين أن يترجموا كل كتابات الإغريق، ترجمت. وهناك مفارقة في هذا عصر الدولة العباسية، لم يكن وهو عصر ازدهار الفكر الإسلامي وعصر ازدهار الحضارة الإسلامية، لكنه لم يكن أكثر العصور ورعا وتدينا. لا، هذا شيء وهذا شيء. التقدم عندما تأخذ بالأسباب. اليوم المسلمون
في قاع سلم الحضارة. هل آتي اليوم وأقول أن لهذا علاقة بالإسلام؟ أبدا أبدا، ما هو القول يرد عليه، والمنطق إذا ما كانش منطق صحيح هيرتد إلى صدورنا. نعم. هل نحن متخلفون لأننا مسلمون؟ لا، متخلفون لأننا لم نأخذ الأسباب. هل أمريكا النهاردة متقدمة يبقى بسبب عقيدتها الصحيحة؟ لا. هل اليابان النهاردة بتغزو العالم نتيجة عظمة العقيدة البوذية والشنتوية؟ إطلاقا لا يا سيدي. اليوم نريد أن نتقدم، يبقى الصغار اللي بيشغلون عن ركب الحضارة القضايا الجزئية والفرعية، السواك، المرأة التي تسير في الشارع، الفتنة السائرة، الفتنة الهادرة، التدخل في حريات الآخرين، لا، يقفوا ده شوية عشان تبقى قضيتنا مش أدخل دورة المية برجلي اليمين ولا الشمال، لا، تكون قضيتي كمسلم إزاي أتعلم حرب الكواكب وعلوم الفضاء وعلوم الطب، إزاي أتقدم. ساعتها سوف نتحضر ونزهو بالإسلام ويزهو بنا الإسلام. دكتور، لنا عودة لهذا الموضوع، وفي الحلقة القادمة نواصل الحديث فيه، فشكراً.